عمل طفره، لا اقصد اقبال الناس كان كتير طبعا بعد مساله التقسيط ده. مهم لان حضرتك كان الاول في لازم تقدمي مبلغ مقدم للاول، او اذا كنت هتقسطي بتقسطي عن طريق البنوك بيبقى فيه فوائد. لكن دلوقتي احنا مش محتاجين منهم غير حضرتك عقد الشقه والبطاقه الشخصيه، والشركات بتروح للمناطق الجديده اللي ما دخلهاش الغاز خالص. نعم. فبالتالي بيروحوا هناك وبيقابلوا المواطنين وبيعملوا لهم العقود بتاعتهم وبيشتغل على طول مباشره. مجرد ما الشروط دي بتبقى متوفره بيتم التعاقد والتوصيل بيبقى تمام في خلال قد ايه تقريبا؟ لا التوصيل بيتم بس ده بيبقى حضرتك مشروع. بمعنى يخشوا المنطقه دي مثلا فيها مثلا 20,000 وحده سكنيه. نعم. على طول بيتم التعاقدات، وعلى طول مجرد ما بيتم التعاقد بيتم التوصيل مباشرة. تمام. عشان كده احنا قدرنا ان احنا ننفذ الخطة الطموح اللي كانت موجودة. أيوة. ومستمرين فيها ان شاء الله خلال هذا العام. عشان كده المهندس طارق دائما وابدا بيحب يشوف الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، اذا كان في تحديات، اذا كان في عقبات محتاجة. انت عارفة حضرتك ان احنا بيبقى في تصريح حفر من المحليات طبعا بيبقى في تنسيق بقى كامل. صحيح. ما بين الوزاره وما بين الاجهزه الاخرى عشان خاطر نقدر نيسر على الشركات توصيل الغاز الطبيعي. نعم. اي عقبات او اي مشاكل تقف في طريقها. سؤال خارج الخبر لكنه مش خارج المنهج. مهندس حمدي. سؤال خارج الخبر لكنه مش خارج المنهج. لا اتفضلي. هل في اكتشافات جديدة لقطاع البترول قريبا كده ناخد من حضرتك خبر عنه؟ اقول لحضرتك احنا عشان نقدر نقول ان في اكتشافات لازم الخطة اللي موجودة ان احنا لابد ان احنا نكثف اعمال البحث والاستكشاف في كل مناطق مصر. نعم. في احنا وقعنا اتفاقيات بترولية دلوقتي حتى الان منذ في الاربع سنين الاخرى دول 82 اتفاقيه بتروليه. فبالتالي هذه الاتفاقيات هي الركيزه. نعم. عشان تقدري تحققي اكتشافات. فبالتالي احنا ما بنعلنش عن اي اكتشاف الا لما يتم. لكن الشركات كلها الشركات العالميه في اطار الاتفاقيات اللي تم توقيعها كلهم دلوقتي بيشتغلوا بيعملوا المسح السايزمي اذا كان بيعملوا حفر ابار. نعم. والاخر عشان خاطر يكثفوا في اي المناطق في مناطق جديدة دلوقتي هيتم العمل فيها لأول مرة في البحر الأحمر، وإحنا المزايدة الأخيرة في ثلاث مناطق هيشتغلوا فيها كبرى الشركات العالمية. هي. في عندنا منطقة غرب المتوسط. عايز أقول إن في شركتين كبار جدا. أيوة. دخلوا السوق المصري، إكسون موبيل. إكسون موبيل العالمية دي حضرتك شركة أمريكية طبعا كبرى الشركات العالميه اللي بتشتغل في مجال البحث والاستكشاف. نعم. هم بيشتغلوا عندنا في مجال التسويق لكن بيخشوا دلوقتي يشتغلوا في اتفاقيتين خدوهم. هي. في عندنا حضرتك كمان شركه شيفرون، شركه برضك شركه كبيره جدا. خدت مناطق عشان خاطر يتم البحث والاستكشاف ده بجانب الشركات اللي موجوده زي ايني زي بي بي زي اباتشي زي كلها شركات عالميه على اعلى مستوى. بقول لحضرتك صحيح عجله الاستكشاف الحمد لله ماشية على قدم ساق، وإن شاء الله يبقى فيه إحنا بنعمل المجهود المطلوب. نعم. وطبعا الكشف وجوده أو عدم وجوده ده رزق من عند ربنا، لكن لابد إن إحنا نجتهد. عشان كده دي الخطة اللي موجودة، الخطة الاستراتيجية إن إحنا نزود الإنتاج بتاعنا سواء من الغاز الطبيعي أو سواء من الزيت الخام. نعم. عشان نقدر حضرتك نحقق كل يعني بالنسبة للغاز الطبيعي إحنا عندنا اكتفاء ذاتي من نعم. من شهر اكتوبر 2018 طبعا التوجيه دلوقتي للوزير لرؤساء الشركات وطلب منهم ان هم يتواجدوا في المواقع عشان نقدر نزود انتاجنا من الزيت الخام عشان احنا بناخد جزء نستورد جزء من الزيت الخام نكرره في معامل التكرير. الخطه ان احنا عايزين نزود انتاجنا من الزيت الخام عشان نقدر نحقق برضه الاكتفاء الذاتي في المنتجات البتروليه. هي اللي فن هي اللي بتمنى لك التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا.